مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ريف فاينانس؟ ما هي ميزات ريف فاينانس؟ ما هو ريف فاينانس؟ ريف فاينانس هو أحد المشاريع الأساسية في نظام ديفي البي إي. ما هي ميزات ريف فاينانس؟ هدفه الرئيسي هو الجمع بين المكونات الأساسية لديفي، وهي التبادل اللامركزي ديكس وبروتوكول الإقراض ومصدر الأصول الاصطناعية في منصة ديفي واحدة متزامنة. تم بناء ريف فاينانس على أعلى بروتوكول نير المتطور، وهي بوابة الدخول إلى النظام البيئي نير من خلال AMM DEX، والذي يوفر ميزات السيولة والمبادلة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.